السلام عليكم، شلونكم أحبائي متابعي قناة مطبخ شكو ماكو؟ وياكم الشيف يوسف. اليوم حبيت أسوي لكم البامية العراقية. طبعا أنتم مثل ما تعرفون أنه البامية عندنا هنا بأمريكا أكثر شيء أنه تكون مجمدة، فأنا اليوم راح أسويها اللي هي تكون البامية مجمدة ومقطعة وجاهزة. خلونا نبلش نتعرف على المكونات. أول شيء أنا يعني عندي نص كيلو بامية مجمدة ومذوبها أنا، يعني فتحتها من الكيس ومذايبة ومقطعة كاملة. عندي هنا 500 غرام لحم غنم سالقة ومستوي كامل، وهذا المي مالته الباقي. وعندي هنا معجون طماطة ملعقة ونص أكل، وعندي هنا كوبين عصير الطماطة، انه جبت طماطه وسلقتها واخذت القشر مالتها واخرت القشر مالتها وضربتها بالخلاط وهاي جاهزه. عندي هنا فصوص ثوم حسب الرغبه ايش قد ما تحبون، انا هنا تقريبا جايب 7 فصوص ثوم لان البامي احلى شيء بيها هي الثوم. البهارات اللي عندي هنا عندي ملعقه اكل ملح وملعقه اكل بهارات باميه، تقدرون تلقوها باي محلات العطاريات او المحلات العربيه تكون موجودة دائما معروفة بهارات البامية. وعندي هنا الليمندوزي او ملح الليمون اللي هو يعطي الحموضة والنكهة الطيبة بالبامية. وخلونا هسه نبلش بطريقة التحضير. هسه احنا جبنا الجدر وحطيت بيه شوية زيت مال الطعام وسخنته، وراح ابلش احط اللحم. يعني اللحم طبعا سالقة بس ما محموس، بس نبلش نحمس بيه. راح ابلش اضيف الثوم ويا اللحم. نخليه على نار وسط ونحمس الثوم ويا اللحم تقريبا يعني 3 دقائق، دقيقتين 3 دقائق قبل ما نضيف البامية له. ضروري دائما الجدر يكون من نوع التيفال اللي حتى ما يلزق بيه الاكل او ما يلزق بيه اللحم من ينحمس، وحتى البامي هم من راح تحمسها هسه ما راح تلزق بيه. هسه هنا راح اجي راح اضيف البامية. هنا انا لازم اكون شوية حذر بالبامية لان البامية يعني لما تكون مايعة تكون سهلة انه تمرد، ف
فلما الواحد يقلبها لازم يكون حذر بيها حتى ما يمردها للبامية، ويتأكد انه هي تبقى بشكلها الصحيح وبحجمها الصحيح. فاني مرات افضل انه استعمل الجهة الثانية من الشفشير او الشمشة، من الشمشة خلينا نقول، حتى تكون اصغر حجم، وبنفس اللحظة انه اقدر اقلب المواد بدون ما البامية تمرد. وهذا الشيء كلش ضروري انا اشوفه. راح اظل اقلب هاي البامية تقريبا 10 دقائق وعلى نار بسيطة، وخليها تنحمس. وراها ابلش اضيف لها مي واسلقها، بس قبل ما اسلقها اتركها فترة على النار حتى اتأكد من عندها انه هي انحمست زين. وراح نرجع لكم تقريبا بعد 10 دقائق. وهي رجعنا وياكم تقريبا بعد 10 دقائق. انا حطيت البامية الى تنحمس على نار وسط، ومن اقلبها كلش اكون حذر بيها حتى ما تمرد. هسه هنا راح ابلش اضيف شوية مي حتى اسلقها قبل ما اضيف لها معجون الطماطة. مي مو كلش هواية، فتكمية بسيطة وشي يسمونه، وحطها على نار شوية ارفعها وخليها تحمس، ينشف لحد ما ينشف المي، وبعدين اضيف لها معجون الطماطة. وبس ينشف المي راح اراويكم شنو الخطوة الجاية. وهاي تقريبا بعد مرور 10 دقائق انا سلقتها للبامية. هسه راح ابدي اضيف معجون الطماطة، وايضا راح اضيف عصير الطماطة مرة واحدة. وابلش احرك بالخليط كليته، وبعد تقريبا مرور دقيقتين راح يبلش كل الخليط حرارته ترتفع ويبلش يغلي من جديد، واتركه على هذا الحال ايضا 10 دقائق ثانية قبل ما اضيف له مي اللحم، وابلش اخفف الصوص اللي موجود عندنا حتى تنطبخ البامية بطريقة جيدة. وهسه راح اراويكم بعد دقيقتين ثلاثة ايش راح يصير. وهاي هسه بعد مرور تقريبا دقيقتين ثلاثة من ما حطينا معجون الطماطة وعصير الطماطة، تشوفون شلون كلها قاعدة تفور سوية. وهنا هسه راح ابدي اضيف التوابل اللي عندي، اللي هي بهارات البامية والملح والليمندوزي كلها مرة واحدة. اكو ملاحظة مهمة، في حالة اذا طلعت البامية خلينا نقول شوية حامضة زايد من ورا الليمندوزي، فماكو اي مشكلة، تقدرون تضيفون تكاسروها تقريبا بربع خاشوقة شكر، خاشوقة كوب او نص خاشوقة كوب شكر، وترجع الى طعمها الطبيعي. فهنا يعني ماكو اي مشكلة اذا طلعت شوية حامضة زايد. راح ابدي اضيف ايضا مي اللحم اللي انا اصلا سويته وجمعته اثناء السلق. وهذا هسه البامية اني هنا تقريبا وصلت لمرحلة النهائية، باقي انه بس تتهدر وتنطبخ لحد ما تنسبج وتصير مسبوكه كامله، بحيث ان الدهن يطلع على السطح مالتها وتكون يكون السائل الفوق خفيف والجو ثخين. وهاي تقريبا انا راح اخليها على نار اقل من الوسط. وهاي رجعنا وياكم بعد مرور تقريبا نص ساعه، انا حطيت المرقه على نار وسط بعد ما ضفت المعجون ومي اللحم والبهارات لها، وهسه هي انسبكت كامل وانطبخت كامل، ومثل ما تشوفون السائل مالتها ظل ثخين، وهو هذا احلى شيء ما بيها. بحيث انه مو خفيفة كلش، ولا الحبة مالتها
ممرودة هاي مثل ما تشوفوها. وأطيب شيء أني شخصيا يعني أحب البامية اللي هي بثريد، إنه واحد يثرد وياها خبز عراقي وياها شوية بصل وتمن أبيض. وعليكم بألف عافية، وإن شاء الله يا ربي عجبتكم الطريقة. وأتمنى أتمنى أتمنى إنه تعطوني آراءكم ملاحظاتكم على الفيديو عن طريقة التصوير، وأيضا يا ريت لو تدعمون الصفحة بلايك واشتراك ومشاركة مع الأصدقاء، وأكون شاكر ممنون لكم. وبنفس اللحظة أحب أعرف تعليقاتكم إذا حابين فد أكلة معينة أو طبخة نقدر نساعد بيها ونسوي لكم إياها. بالعكس هذا الشيء كل شيء يفرحني، ودمتم في أمان الله.